ايه اللي يخلي فرعون انسان بالموقف ده يقول على شعب اسرائيل دول اتربكوا في الارض وغالبا الههم سابهم، دي فرصة مناسبة جدا نطلع اقتلهم. ان ايه اللي حصل؟ شعب اسرائيل خرجوا من ارض الموعد، من ارض مصر، ووصلوا لغاية سكوت، ولكن رجعوا مرة تانية اتقال الكلام ده لفرعون، قال ده كويس، الشعب ده اتلخبط في الطريق، اتربكوا في الارض، شكلهم خايفين، وشكل الاله بتاعهم اللي بيدافع عنهم سابهم خلاص. ده الوقت المناسب لفرعون ينتقم. فوصلوا المكان خلى فرعون الاول يفقد الامل فيهم، ولسه مشغول بالحزن على ابنائه. ولكن رجعوا مرة تانية خلى فرعون يقول كويس، دول رجعوا في أرضي مرة تانية، أقدر أقبض عليهم وأقتلهم، واعتقد أن إلههم طبعا تركهم، عشان كده يقول دول متلخبطين في الأرض. الوقت مناسب دلوقتي الفرعون يجهز جيشه بعد ما كان مشغول 40 يوم بالفترات التحنيط والحداد في مصر كلها، خلصت أيام المناحة وأيام التحنيط، يقدر يجري وراهم. منطقة الحدود المصرية محدش دخلوا خلاص في حدود مصر، محدش يعترض على جيش فرعون من أعداء مصر زي الحسيين والمؤابيين والعمليق وغيرهم. فأقدر بناء على ما ذكرت أقدر أقول فعلا أن خريطة الخروج تبدأ من المكان ده، من رعمسيس هنا، مشيوا في الطريق ده، الطريق المعتاد، لغاية ما وصلوا في سكوت اللي تقع في هذا المكان. ربنا قال لهم دوروا وارجعوا، فرجعوا مرة تانية في الطريق ده لغاية ما وصلوا لإيثام، ومنها دخلوا على فم الحيروث في هذا المكان، واتقفل عليهم القفر، وفرعون قال كويس، إلههم سابهم، أقدر أهجم عليهم لأنهم مرتبكون في الأرض. كويس؟ وده ينفع كل التعبيرات الكتابية اللي اتقالت إن هم داروا ونزلوا مكان ورجعوا، والتعبيرات دي كلها تبقى زي ما ذكرها لنا الكتاب المقدس صحيح ومفيش مشكلة فيها، وده يكون طريق الخروج لغاية دلوقتي. أبتدي من الموضوع اللي قاله، النقطة مهمة، فم الحيروث قال عليها يوسفوس، دي محصورة بين جبل وبحر ومقفولة، هي بيها خيروث، كلمة بيها يعني فم، خيروث يعني خور أو تجويف فمي أو تجويف، فهي موصوفة في مكان مجوف، حتة ما بين جبل قدامها بحر، وهي محصورة في الجبل، عبارة عن تجويف، ملهاش غير مدخل واحد والناحية التانية منها بحر، ملهاش غير مخارج تانية. يوسف لنا الكتاب المقدس في سفر الخروج 14:2 يقول لنا ينزلوا فم الحيروث بين مجدل والبحر، وسعوا المصريين وراءهم وأدركوهم عند فم الحيروث، وأيضا الكلام ده موجود في سفر العدد صح 33 عدد 7، يقول لنا بين مجدل وبعل صفون. مجدل يعني برج بالمصري، برج مراقبة، قلعة حربية، فهي يبدو للبعض ان هي مكان محير، لكن في بالفعل قلعة هنشوفها دلوقتي فين الفراعنة حطوها، وشرح تفصيل كلمة مجدل اللي هي القلعة العسكرية وهنشوف أثرها، لكن الكلام التفصيلي موجود في الملف ده، لكن مش هطول على حضراتكم، مش هتكلم عنه بالتفصيل. المنطقة هي الآتية اللي هي موجودة في خليج العقبة، وهي مقفولة على البحر زي ما شرحت قبل كده، وابتدى اتكلم في البحث اللي قدمه رون وايت اللي هي فم الحيروث. الطريق كالآتي، ودي الخريطة اللي قدمها رون وايت عالم الآثار. هل عندي صوت يا جماعة دلوقتي ولا ما عنديش صوت؟ هل في صوت ولا ما فيش؟ هل عندي صوت؟ طيب أشكر ربنا. دي الخريطة ودي شكل فم الحيروث.
لو تبص حضراتكم معايا، هي طريق جبلي ماشي ما بين جبال مقفول، ويوصل للمنطقة دي ويبقى مفيش مخرج منه غير طريق واحد. لو الطريق ده جاي فيه جيش ملهمش طريق تاني يخرجوا منه. ده منظر الطريق الجبلي، هو طريق ماشي ما بين جبلين ما يقدروش حتى يتسلقوهم، واللي يدخل فيها ملاقيش منظر آسف مكان للخروج. ده صورته من جوجل إيرث، وتعالوا نشوف مع بعض المكان بتفصيل في جوجل إيرث. هما وصلوا للمكان ده وداخلين لفم الحروف. ده الطريق الجبلي حضراتكم شايفينه، اللي يمشي فيه ما يلاقيش مكان تاني يقدر يخرج منه، مفيش تفريع تاني، مفيش طريق تاني، هو ده الطريق الوحيد اللي يكمل فيه غصب عنه. ونتخيل شعب إسرائيل عدى الطريق ده ودخل أرض الموعد، ودخل النقطة دي اللي هي فم الحروث، وشاف بعد كده جيش فرعون جاي عليه، يهرب يروح فين؟ حوري لحضراتكم لو حب يخرجوا من المكان ده يروحوا فين. الناحية الجنوبية مقفولة بالجبال ملهاش مخرج، والناحية الشمالية موجودة قلعة مصرية قافلة الطريق هنا. فاللي يدخل في الحتة دي زي ما وصف يوسفوس، طبعا وصف الكتاب المقدس أولا، وزي ما وصف ناس كتير، ملهوش مخرج تاني، قدامه البحر فقط، ما عندوش طريق للجنوب، ما عندوش طريق للشمال، في قلعة سد الطريق، والطريق الوحيد اللي الدخول ليه جاي فيه جيش فرعون ما يقدروش يرجعوا منه. الشعب يبتدي يتذمر على موسى ويفضلوا يعترضوا ويقربوا يقتلوا موسى من الاعتراض، لكن ما عندهمش حل تاني. لو شفنا المنظر بالظبط ازاي من منظر ارضي، ادي المدخل اللي يدخلوا له الشعب، يدخلوا المنطقة دي وما يلاقوش حتة تانية يخرجوا منها. فنشوف مع بعض ان الشعب وصل في مكان زي ما يقول عليه الكتاب المقدس يتقفل عليه القفر وما يعرفش يخرج، ويلاقي فرعون جاي قدامه يعترض على موسى ما يلاقيش حل، فيفضل قاعد مستسلم ان هو هيتقتل في المكان ده. المكان ده بالفعل يسمح ان هو يشيل 2 مليون شخص بالدواب بتاعتهم، مكان واسع فعلا، ويقفوا مقابل البحر ويستنوا الكارثة المحققة اللي جاية لهم، ان فرعون خلاص جاي على الطريق وحيقتلهم وما لهمش حل يهربوا منه. وده اللي حصل مع شعب اسرائيل. يمكن يبدو للبعض احيانا حتى في التجارب في حياة الانسان ان الطريق اتقفل على الانسان، ما لهوش حل، عدوه جاي من المكان الوحيد اللي يقدر يهرب منه ومقفول عليه في كل مكان. دي خبرة ربنا عايز يديها لشعبه، ومش عايز يديها لشعبه بس، عايز يديها لكل الأجيال. تخيل انت في موقف وفي تجربة زي المكان ده، قاعد في المكان المزنوق ده كله مقفول عليك، مالكش منفذ، وعدوك هيجي لك من المكان الوحيد اللي تتخيل ليه المنفذ. لكن ربنا يحب يشوف منظر زي كده شعبه يتمسك بيه، مش يعترض عليه، علشان لما يتمسك بيه يقفوا ويروا خلاص الرب، زي ما قال لهم موسى قفوا وانظروا خلاص الرب. ادي شكل المكان، وادي مدخل الطريق اللي يوصل له، وادي مقفول بالجبال من ورا، ومقفول بالقلعة المصرية من الشمال، فمقفول بالجبال من الجنوب، والقلعة المصرية اللي أثرها اهي من الشمال. القلعة دي حسب الأثار تؤكد ان هي كانت في يوم من الأيام 3 طوابق تحتوي على مئات من الجنود المصريين لحماية الحدود في المنطقة دي، أو يمنعوا أي أسير أو عامل يهرب، فهم من عبروا البحر من المنطقة دي. عبور البحر يستلزم من المية تكون فعلا نشفت في المكان ده، أو المية تشقت في المكان ده. أيضا زي ما ذكرت لحضراتكم، مكان الجرف بتاعه ماشي بالراحة، مش نازل بعمق مرة واحدة زي اللي حاصل في خليج السويس،
أيضا العمق في المنطقة دي كلها، إحنا وصلنا لغاية المنطقة دي، إن هم من المنطقة اللي وقفوا فيها. لكن لما ندرس والناس كلها استبعدت خليج العقبة، لأن عمق خليج العقبة فوق فوق 5000 قدم في الناحية دي وفي الناحية دي. أما نكتشف حاجة غريبة في المنطقة قدام فم الحروف هي الآتي: المنطقة دي العمق بتاعها بدل ما عمق خليج العقبة 5000 قدم، عمق المنطقة دي 900 قدم بس. قاع خليج العقبة معظمه يشبهه زي خليج السويس وزي مناطق كتيرة الشكل ده اللي ما ينفعش الحد ينزل ويعدي فيه على رجليه ماشي. لكن قاع خليج العقبة في المنطقة دي، ادي شكل القاع، لو ما فيش مية يقدروا يمشوا براحتهم، زاوية منخفضة تماما، زاوية بسيطة، ويقدروا أيضا زاوية الخروج أو الصعود زاوية بسيطة جدا، ماشية بتقريبا بدرجة 6 درجات، مش زاوية حادة أو شبه قائمة. أيضا بدراسة بدراسة الأرصاد للمنطقة دي، ده شكل التضاريس الأرضية تحت المية، والزاوية شايفينها زاوية منخفضة ازاي، وصورة أخرى من الأرصاد البريطانية للمنطقة دي، ودي صورة حقيقية إن المنطقة دي فعلا أقل انخفاض عن المناطق المجاورة ليها، ويقدر الشعب يعدي بزوايا قليلة قوي. ودي صورة تالتة ليها توضح المنطقة. فنلاقي المنطقة دي وصف الكتاب المقدس ينطبق عليها، لوجيك وكعلم ينطبق عليها، يقدروا يتجمعوا في المنطقة دي بالفعل، ويقدروا يعدوا من المنطقة دي. سمك الرملة كمان فيها سمك قليل يقدر للإنسان يمشي، لكن ما يكفيش أو ما ينفعش للعجلات الحربية اللي يكون عجلها رفيع فيغرز في الرملة في المنطقة دي. ويقدم لنا رون مفاجأة، وهي اكتشاف العجلات الحربية لفرعون في المكان ده. سفر خروج إصحاح 14 من عدد 6 يقول لنا: فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر. فخد 600 مركبة معينين مميزين، وخد كمان سائر مركبات مصر وجنود مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبني إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم. جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه هم النازلون عند البحر عند فم الحروث أمام بعل صفون. فلما اقترب فرعون رفع بني إسرائيل عيونهم، وإذ المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا، وصرخ بني إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من أرض مصر؟ مش بيقولوا في مكان واسع يقدروا يجروا ويتشتتوا، بيقولوا في مكان مقفول عليهم. أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين، لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في هذه البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فانه كما رايتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ الي؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا، وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه فيدخل.